أنا معايا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الخير، حضرتك على الهوا لو تسمعني. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، بتمنى حضرتك تكون بخير. وإعلان ضخم الحقيقة حصل امبارح و متابعة مصرية ودولية وعالمية بهذا الإعلان، أبرز التفاصيل اللي حضرتك تود إلقاء الضوء عليها. في الحقيقة فندم، كما أعلن دولة رئيس الوزراء أمس، المشروع هو مشروع عمراني تنموي ضخم. المشروع بيمثل أكبر استثمار مباشر حصلت عليه مصر ربما في تاريخها. المشروع عبارة عن تجمع عمراني تنموي ضخم بيشمل مشروعات سكنية، مشروعات سياحية، مرافق أيضا خدمية. احنا بنتكلم على منطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، بنتكلم أيضا على مارينا عالمي وسياحي، مارينا سياحي عالمي، وأيضا بنتكلم على مطار جنوب المدينة. سيتم إنشاء مطار جنوب المدينة بجانب وجود حي مال وأعمال عالمي في المدينة. فنحن نتكلم عن مشروع تنموي ضخم، تنفيذه سوف يستغرق سنوات. المشروع بيوفر لمصر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، بخلاف الاستثمارات التي سيتم ضخها بصورة سنوية لتنفيذ المشروع، والتي سوف لن تقل عن 150 مليار دولار. فإذا نحن نتحدث عن حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي، فرص عمل بمئات الآلاف، مئات الآلاف من فرص العمل، وكذلك أيضا فرص كبيرة للشركات المصرية التي ستنفذ المشروع. الجزئية أخرى مهمة أيضا، أنه بيتم توقع ضخ استثمارات إماراتية لا تقل عن 150 مليار دولار طول فترة أو طول مدة تنفيذ المشروع. أهمية الأرقام دي سيادة المستشار؟ أهمية الأرقام يا فندم إنها بتأكد على إنه إن شاء الله الدولة المصرية سوف تتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا. المشروع بيعكس رسالة ثقة للمجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة. المشروع أيضا بيمثل فرصة مواتية لضبط سعر، ضبط سوق الصرف وسعر الصرف وسوق النقد الأجنبي. المشروع يعني بيمثل باكورة استثمارات كبرى، كما أعلن دولة رئيس الوزراء قادمة في الطريق بإذن الله، وإن شاء الله يعني هذا الأمر بيعكس ثقة المستثمرين الأجانب في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة. فورا بعد الإعلان الأمس من قبل دولة رئيس الوزراء فوجئنا بانهيارات متتالية في سعر الدولار في السوق السوداء، وأيضا في أسعار الذهب اللي كانت شهدت ارتفاع. تابعتم إزاي هذه الأنباء؟ يعني بطبيعة الحال كما ذكرنا من قبل، وللأسف يعني كان هناك بعض التشكيك في غير محله. كما أكدنا من قبل، الدولة لديها رؤية ولديها خطط لمواجهة التحديات الراهنة. أهم تلك المحاور وأهم محاور الرؤية لدى الحكومة هي ضبط في إطار السياسة النقدية، ضبط سعر الصرف وخفض التضخم. وبالتالي فالدولة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الدولة كما أعلن دولة رئيس الوزراء بتعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة ممكنة. وبالتالي فكان من الطبيعي إنه مع اتخاذ تلك الخطوات ومع جذب الاستثمارات الأجنبية أن يتم توفير حصيلة من النقد الأجنبي التي ستؤدي إن شاء الله خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق الموازية تماما وتوحيد سعر الصرف. وبالتالي يعني إن شاء الله تلك الخطوات سوف تكلل بالنجاح خلال الأسابيع المقبلة، وسنشهد استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على مكون أجنبي. وأيضا سوف يمثل هذا الأمر فرصة مواتية لتوفير مدخلات الإنتاج لكافة الشركات والمصانع المصرية. الجزئية المهمة جدا اللي تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس وكان فيها وضوح الحقيقة
مهم لأنه بيرد على الكثير من الكلام اللي قيل على مدار الأيام الماضية بأنه طبيعة المشروع، طبيعة الاتفاق. الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن أنه المشروع يمثل شراكة لا بيع أصوله، كان قاطع جدا في هذه المسألة، ده كمان كان توضيح مهم. أكيد يا فندم، يعني أولا إحنا لا نتحدث عن بيع أصول، نحن نتحدث عن مشروع تنموي عمراني ضخم سيتم إنشاؤه على أرض الواقع بشراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وأبو ظبي التنموية القبضة، وبالتالي لا يوجد أي حديث عن بيع أصول، وإنما هناك مشروع عمراني تنموي سيتم إنشاؤه إن شاء الله خلال السنوات المقبلة، والدولة ستكون أولا المشروع سوف تنفذه شركة مساهمة مصرية سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، يعني جاري إنشاء تلك الشركة المساهمة المصرية. الشركة سوف تكون خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، بجانب أيضا أن المشروع هو مشروع سيكون بالشراكة، بمعنى أن الدولة ستحصل على 35% من أرباح المشروع، وبالتالي يعني لا يوجد حديث عن بيع أصول، وإنما الحديث هو عن إنشاء مشروع جديد على أرض الواقع. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.